ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من لعبة بابجي موبايل. الفيديو النهاردة مختلف تماما. طبعا كلنا عارفين الفنان الكبير عمرو دياب، يعني ده من افضل واحسن الفنانين اللي انا بحبهم في الوطن العربي. هو كان عامل تحدي على اغنية محسود. طبعا انا مش مغني، وطبعا انا عندي برد اصلا، بس ما ينفعش يكون في تحدي زي كده وانا بحب عمرو دياب جدا. وما ادخلش التحدي ده، فانا قلت ادخل التحدي. طبعا ما تتريقوش عليا، انا عندي برد اصلا ومش فنان، انا بعترف يعني، بس انا جات لي الفكره دي وقلت اقدمها لكم واشوف الفيديو هيعجبكم ولا لا. فاتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ما عجبكوش الفيديو يعني انا عارف ان انا هتهري تريقه بعد الفيديو ده، مفيش مشكله خالص. انتوا حبايب قلبي يعني، انتوا مش ناس غريبه، بس ما كانش ينفع عمرو دياب يعمل كده وانا ما ادخلش معاه في التحدي. يلا اسيبكم مع الفيديو وقولوا لي رايكم بعد الفيديو. محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، بعد اللي انا تقته كله بيجي في وقته، قدامنا طول الليل مواويل. محسود على عودك يا جميل، على دقة عود تتمايل ميل، بعد اللي انا دقته كله بيجي في وقته، قدامنا طول الليل مواوي. محسود على عودك يا جميل، على دقة عود تتمايل ميل، بعد اللي انا دقته كله بيجي في وقته، قدامنا طول الليل مواويل. محسود على عودك يا جميل، على دقة عود تتمايل ميل، بعد اللي انا دقته كله بيجي في وقته، قدامنا طول الليل مواويل. بتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لي احلى لايك، ولو ما عجبكش واعمل لي كومنت ان هو عجبك، ولو ما عجبكش برضه اعمل لي كومنت ان هو ما عجبكش، ممكن احذفه خالص لو عايزين يعني. وبعتذر طبعا لو الفيديو ما عجبش جمهور الهضبه، بعتذر لكم جدا يعني. ولو عجبكم اكتبوا لي كومنت، ما عجبكوش اكتبوا لي كومنت ان ما عجبكوش برضه عشان احذف الفيديو يعني. تمام يا شباب، ده الاي دي بتاعي. للناس اللي كانت بتسالني على الاي دي بتاعي 5668891158. ماشي يا شباب، يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.